السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم رياض. طبعا اليوم عندنا اللي هو بعض الشباب أسأل عن توزيع السماعات وعن كل ما يتعلق بالصوتيات. طبعا الصوتيات يعني أصبح الآن كلها أغلب الناس تستخدم الـ MP3 أو وصلة الكيبل في الجوال. على العموم هي الصوتيات، والصوتيات طبعا مثلا عندك اللي هو البعض يبغى توزيع سماعات. طبعا عشان تروح للصوتيات وتوزيع سماعات والتضخيم والتفخيم للصوت، كل ما عليك تضغط على اللي هو زر القائمة. زر القائمة يجيك هنا اللي هو إعدادات الصوت، تشغيل عشوائي. طبعا هذا قصده ترتيب الـ MP3 أو المقاطع اللي جوة الـ USB أو الـ CD-هات. تشغيل عشوائي، انا طبعا موقفه، تقدر تسوي التشغيل انت حر، انا مسؤول ايقاف ضبط مستوى الصوت تلقائيا. هذا ليش؟ هذا مع التسارع او مع السرعه، كل ما زادت السرعه وصار فيه ازعاج في المحرك او دخل المكسوره يرتفع معك الصوت تلقائيا. كل ما قليت السرعه ينزل معك الصوت تلقائيا. هذا موجود في اغلب السيارات. طبعا تخش على ضبط الصوت، شوف ايش تبغى لك الخيار. طبعا حط انا متوسط مرتفع، يعني دائما من متوسط لمرتفع. طبعا لك الخيار انت الحر بكيفك. عاد ترجع طبعا هنا اعداد له السماعات. شوف اللي هنا، هذا رسم الكروكي حق السماعات. تقدر بالمفتاح الرباعي اللي قد امامك توزع السماعه، تبغاها يمين او تبغاها يسار، تبغاها خلفي امامي. فانت تاكد، شوف السماعات هي امامي. البعض يقول لك اشتغل معي خلفي وما يشتغل امامي. طب تاكد، شوف عندك الحين لو بوزع، شوف وين تروح الدائره. اقدر احطها بالاصبع، اقدر احدد بنفسي. شوف ارجعها في النص، ابغاها يمين. حطها يمين، حطها يسار. حطها خلفي، هو مثل حطها خلفي يسار او خلفي يمين. شوف توزيع، يمكن حطها فوق. يعني انت حر تتحكم في الدائرة وين ما تبغى توزيع سماعات، لكن انا النص. طبعا هذا توزيع سماعات. الان هذا اللي هنا تضخيم. شوف الان هذا مخصص، يعني انت تضخيم اللي تبغاه انت. تقدر تحطه هنا، 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 انت حر. اللي تخزنه انت هنا في المخصص يبقى معاك. ما تبغى، فيه عندك هنا اوضاع جاهزه. عندك هنا اوضاع جاهزه. شوف يا حمد، مجرد ما تختار بس منها احد الاختيارات راح يتغير معاك التضخيم او التفخيم. شوف يتغير معاك. نرجع عشان اختصرت مسألة الموسيقى او اختار الان اللي هو النوع التفخيم. شوف الان حاد، الان مضخم، الان مضخم. هذا كلاسيكي طبعا، بدون تخزيم عادي، كلها في المنتصف. لكن انا افضل دائما احط على هنا، يكون التضخيم صافي. طبعا انت تبغى تحدد او تحدد التضخيم بنفسك انت، بمزاجك انت، بمزاجك انت تخصص له عن طريق مخصص. هذا بس مجرد العرض، مو بعض الشيء يطلع لي يقول لي انت يا تستعرض لي بين الاشيلات. انا حبيت اعطي بس كعرض طريقة التضخيم والتفخيم وتوزيع السماعات. ده هو يوكن كمان اللي هو تصفح الشيلات او عرض المجلد. شوف عندك هذا الشيلات اللي عندنا هنا، تقدر تنزل. شوف هذه
اللي هي اسماء الشيلات اللي تبغاها. مثلا لك مقطع معين تبغى تختاره اختاره على طول، هنا راح يشتغل معك. هذا بس طريقة له توزيع السماعات والتفخيم، او طريقة له اختيار التفخيم واختيار له المقاطع الشيلات او مقاطع الصوتيات اللي موجودة في الفلاش. طبعا تجي هنا اقول لك بودكاست، بودكاست او بودكاست، الكتب الصوتية، فيديوهات، ملحن. انا ما عندي فيديوهات، عندي كلها صوتيات، هذا الموجود اللي عندي هو مجرد تطبيق. هذه الوضع الخاصة في